بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات مدرسة قرطاج الدولية، الصف السابع رياضيات، الوحدة السابعة التحويل الهندسي، الدرس الانعكاس من صفحة 100 لصفحة 103، المعلمة إيمان قريشي. طلاب، احنا مكملين نفس الموضوع اللي هو الانعكاس، انعكاس محور السينات وانعكاس محور الصادات. معطينا هون النقطة س سالب 2 3 والنقطة ص سالب 4. طالب منا هون بهي المسألة أول إشي إني أعينها على المستوى البياني، وبعدين إني أطلع انعكاس السين وانعكاس الصادي. فأول إشي رح أكتب هون عشان أعرف أعينها، هذا السينات، هون الصادات، هون السينات، هون الصادات، بس عشان أعرف وين بدي أعين. سيني سالب 2، بس بحط إيدي على سالب 2، هي سالب 2، صادي 3، بدي أطلع من سالب 2 ل 3 تقريبا، هون هاي اسمها سين. النقطة الثانية صاد 4 سالب، اللي هي 4 سالب 2، وين 4 سالب 2؟ 4 سالب 2 بنزل لتحت تقريبا هون، هاي النقطة صاد. طبعا هو عندنا مستقيم، راح أنا أوصل بين في المستقيم هذا بخط مستقيم، راح أوصل بيناتهم بقطعة مستقيمة، هاي وصلنا بيناتهم. هلا طالب منا هون انعكاس في محور السينات وانعكاس في محور الصادات. اذا بداية رح اوجد، انا بكتب قاعدة اطلع وايش انعكاس السين. عين السين على طول بجي بكتب عين السين فاصلة، بدي اطلع انعكاس السيني، انا بدي اتحول بثبت السينات بعكس اشارة الصادات. بدنا ناخد عنا عين السين، نقطة سين اللي هي سالب 2 3، وعنا عين السين النقطة اللي هي 4 سالب 2. حكينا بنثبت السينات، يعني رح تنزل السينات زي ما هي سالب 2 والأربعة. الصادات رح أعكسها، بدها تصير هون سالب 3 وبدها تصير هون اللي هي موجب 2. طبعا هاي أكيد رح تصير هون هاي سين فتحة، هاي صاد فتحة. رح نعينهم على المستوى البياني اللي هي سالب 2 سالب 3. سالب 2 هي سالب 2، سالب 3 رح انزل لتحت، هيا هون هاي اللي هي عبارة عن ايش؟ سين فتحة. صاد فتحة اللي هي 4 2، 4 2 بطلع هي 4، والاثنين هون هاي صاد فتحة. اذا هذا الانعكاس اللي رح اوصل بيناتهم. هاي هيك لما انا حطيت المراية اللي هاي محور انعكاس على محور السينات، رح اوصل بيناتهم زي هيك. هذا بكتب عليه عين سين انعكاس محور ايش؟ السينات. طالب مني كمان عين صاد، لانه طالب عين صاد برضو رح اكتب قاعدة عين صاد واحل عليها. انتبهوا معي كيف رح اكتب. رح اكتبها هون عين، عين صاد زوج مرتب سين صاد بيتحول بثبت الصادات وبعكس إشارة السينات سالب سين صاد. نبدأ عنا عين سين سالب 2 3، تتحول أكيد هاي سين ده تتحول لسين فتحة. حكينا بنثبت الصادات، يعني الثلاثة بتثبتوها وبعكس إشارة الاثنين بتصير موجب 2. عين عين صاد لصاد طالبها اللي هي 4 سالب 2 راح يتحول الى، حكينا بنثبت الصادات يعني سالب 2 راح تنزل زي ما هي سالب 2، والسينات راح اعكسها سالب 4. هاي طبعا بتكون صاد فتحة. راح نعين الازواج المرتبة الجديدة، عندنا 2 3 2 3 بدها تطلع من 2 ل 3، هي هون 2 3 هاي سين فتحة. صاد فتحة سالب 4 2، سالب 4 سالب 4 سالب 2 تيجي هون، هاي صاد فتحة. رح نوصل بيناتهم هذا بكون عندي بهاي المسألة هون، هاي عبارة عن عين صاد، هذا الخط الرفيع باللون الأسود، هاي عين صاد يمس. هلا في عنا نشاط 2 صفحة 100، معطينا شكل هندسي،
معطينا رؤوسه وطالب بدنا بس الانعكاس الصادي، يعني بالمسألة اللي قبليها طلعنا عين سين وعين صاد وتغير مكان النقطة. هلا لا مسألة ثانية، اكتبوا معي، راح أوجد نفس الطريقة عين سين وعين صاد، بس أنا طالب عين صاد، يعني طلب بس الانعكاس الصادي. طالب هاي المسألة انعكاس الصادي، طالب مني الانعكاس الصادي، إذا بس راح أكتب قاعدة عين صاد، عين صاد إنه الزوج المرتب سين صاد بيتحول إلى بثبت الصادات زي ما هي صادات وبعكس إشارة مين؟ السينات. هذا معنى عين صاد. بس قبل ما أطلع الانعكاس راح أعين النقاط عشان نعرف إيش الشكل اللي راح يطلع معي. ألف أربعة أربعة، راح نطلع من ألف، وهي هون هي ألف تقريبا، هي ألف، باء أربعة واحد، هي هون باء، هي باء، النقطة اللي بعديها جيم واحد واحد، هي جيم، والنقطة اللي بعديها دال واحد أربعة واحد، رح نطلع على أربعة. طلاب رح نوصل بيناتهم هاي الشكل اللي طلع معي، شكل هندسي رباعي. بدنا نطلع عين صاد، رح اكتب النقاط، عين صاد رح نكتب ألف اللي هي أربعة أربعة، وبعدين نكتب تحويلها، أكيد رح يصير ألف فتحة، وعين صاد نقطة باء اللي هي أربعة واحد، ورح نكتب تحويلها اللي هو باء فتحة، وعين صاد اللي هي نقطة جيم واحد واحد، ورح نكتب تحويلها اللي هو جيم فتحة، وعين صاد للنقطة دال اللي هي واحد فاصلة أربعة تتحول لدال فتحة. حكينا رح نكتب أزواج مرتبة، هيك أسهل بالحل، يعني إنه بس أحط الأزواج. حكينا رح نثبت الصادات، فإذا أول خطوة رح نقل الصادات زي ما هو، هاي في أربعة هون، في هنا واحد واحد أربعة. هلأ شو بدي أعكس؟ أعكس إشارة السين، أربعة بصير سالب أربعة، سالب أربعة، سالب واحد، سالب واحد. هلأ هاي النقاط رح نعينها على المستوى البياني، رح استخدم لون تاني للتعيين. سالب أربعة أربعة، سيناتي سالب أربعة، هي سالب أربعة، الصادات أربعة، هاي هون. على فكرة هي ما حكى لي عين صاد، يعني أكيد محور الانعكاس هذا، هذا عين صاد، هذا يعني أنا إنه رح تطلع أكيد وين رح تطلع صورتي هذا الشكل، يعني هذا هو الأصلي هون، هذا الأصلي، يعني هاي المراية عاملة هي محور الصادات العمودي، الصورة رح تطلع هون. إذا هاي النقطة الأولى اللي عيناها اللي هي ألف فتحة اللي هي سالب أربعة أربعة، هاي ألف فتحة. نكمل بعدين سالب أربعة واحد، سالب أربعة واحد، هاي باء فتحة، بعدين سالب واحد واحد، هذه اللي هي جيم فتحة، بعدين سالب واحد أربعة، سالب واحد أربعة هون، والخطوة اللي بعدها بس بوصل بيناتهم. هاي بكون عنا هون انعكاس الصورة، يعني هاي بكون هون عنا عين صاد. هون بهذا السؤال كان طالب لنا بس عين صاد.